بهدف لصفر، جاء هدف التعادل لفريق الوداد في اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى بواسطة اللاعب إيفونا، في حين أن فريق النادي البركاني كان هو سباق للتسجيل بواسطة اللاعب عبد المولى بالرابح. الجولة الثانية كنتظروا منها أنه يكون إيقاع أحسن من الجولة الأولى ويكون فيها التنشيط الهجومي أكثر فعالية، اللي ما نشنش المحاولات اللي قدرت أنه تكون بالموازاة مع هذا الحماس ديال الجماهير. نعم، إذن الكرة عند فريق النادي البركاني، عند لاعب كوناتي، عند ناجي العربي كيمر في اتجاه اللاعب بلطام. محاولات أنه فريق النادي البركاني، وهذا كان المتمنى أكيد ديال المدرب المدرب ديال الفريق عبد الرحيم طالب، أنه يخرج منتصر خلال الجولة الأولى، لكن الحلم أو المتمنى لم يتحقق بعد الهدف الذي سجله اللاعب إيفونا. وما ننساوش انه حتى نهضة بركان ولا انتصرت في هذه المقابلة، فهي غدير 13 غتولي مشاركة لفريق الكوكب مراكشي في الرتبة الأولى، هذا أشرنا ليه، في حين أن فريق الوداد البيضاوي لو انتصر سيصبح وحيدا في المركز الأول، على اعتبار أنه يتوفر على 12 نقطة وثلاث نقاط ستجعله يتوفر على 15، وبالتالي يصبح في المركز الأول. على أي سنشاهد الجولة الثانية، جولة حاسمة. شاهدنا الجولة الأولى، شاهدنا محاولات من طرفين، من فريق النهضة البركانية كما من فريق الوداد، شاهدنا الجمهور كيف احتفل خلال هذه الجولة، لا من الجهة اليسرى ولا من الجهة اليمنى التي يتواجد فيها الجمهور الودادي. على أي دائما نشاهد على مستوى الميدان روح رياضية، وهذا ما لم نسمع حتى الآن كلمات نابية، لم نسمع الأشياء تخدش الحياة، وهذا بطبيعة الحال هو المتمنى الدائم لنا ولكل جمهور رياضي ولكل محب لكرة القدم. الكرة مرة أخرى عند لاعب العمري، هذه المحاولة هذه لفريق النادي البركاني أو اللاعب بريغل، محاولة عند اللاعب بالرابح، بالرابح الغرد اللاعب بريغل لكن كترجع مرته، كاين خطا ضد اللاعب حلحول. ولا قرنا بين الاخوين، لا بالرابح الاصغر ولا اكبر، فكاين تقنيات عاليه عند الاصغر ولكن الفعاليه داخل الملعب كتكون عند الاكبر احسن بكثير، لانه كيدخل التقنيات ديالو في قالب جماعي عكس بالرابح اللي كيعتمد على الفرديات ديالو من اجل انه يبان بها لوحده، ما يدخلهاش في القالب الجماعي. شيء اكيد، وكان وما نساو شيء كذلك انه شيء من الخبره هذا بطبيعه الحال، لنقطه اللي كتبقى ديال بالرابح الاكبر انه اكثر خبره من الاخ ديالو الاصغر. اذا ضربه خطا لصالح فريق النهضه البركانيه كتنفذ، كترجع مره اخرى عند لاعب الناجي العربي، لكن النقاش نشيط على مستوى الفريق الوداد البيضاء، وكنلاحظوا انه استرجاع الكره بالفعل انه كيكون سريع دائما، وخصوصا انه كيلعب لوحده في وسط ميدان دفاعي، وهذا عنده طاش كبيره في هذه المقابله، ولكن كيقدر على انه يتحمل العبء ديال هذا المركز. نعم، وكرة مرة أخرى عند فريق الوداد، فريق النادي البركاني عفوا، عند لاعب حلحول اللي ضاعت منه، كترجع مرة أخرى عند حلحول اللي تمكن منها، دائما محاولة على تماس لصالح فريق النادي البركاني. إذن بالفعل كان آخر لاعب لمس الكرة هو لاعب فريق الوداد البيضاوي، وبالتالي تماس لصالح فريق النادي البركاني. كينفذوا اللاعب السراج في اتجاه المربع، لكن تدخل ديال لاعب نصير اصبح هجوم مضاد لفريق الوداد البيضاوي. نصير لكن ضائعه مره اخرى، تمكن من اللاعب الناجي لكن ضاعت منه، كترجع مره اخرى عند النقاش اللي مازال محتفظ بالكره كيراوغ، لكن لاعب عزيز محمود كترجع عند لاعب كوناتي محمود عزيز. دائما محاولات من الفريقين، واللاعب كاس كيقذف تمر محادية، أول تهديد حقيقي لمرمى الحارس بن عاشور، وفجأته لأنه حتى التتبع ديال الكرة فكان روتار بالنسبة للكرة اللي داز منها. نعم، إذن كانت هذه كرة جيدة. إذا مجموعة من الفعاليات التابعة لهذه المقابلة، بينهم حمدي أحد وجوه لاعب سابق ديال الركبي وأيضا مسير ديال في مجال الركبي، كان عضو جامعي ولكن أيضا كان أبرز الوجوه على مستوى مدينة بركان على مستوى ممارسة هذا
الرياضة. نعرفوا أنه بركان والمنطقة الشرقية تعرفات بكثير بالكرة الرجبي. نعم، والنتائج ديالها تحققت. وهذه بالمناسبة كنشيروا أنه حتى رئيس الجبهة هو من المنطقة ديال وجدة، السي بوجوالة، لأحد الوجوه المعروفة أيضا واللي سبق لي مارس هذه الرياضة. والآن كرة القدم في طبيعة الحال أينما كانت هي تسيطر على بقية الرياضات الأخرى. إذن الكرة عند فريق النهضة البركانية، واللاعب بلطام هو اللي غينفذ هذا الخطأ. أكيد أن المدرب لا تشك، لا المدرب طالب، استفدوا من الجولة الأولى، استفدوا من الأخطاء ربما التي ارتكبت. والحارس بن عاشور كان في المكان المناسب. كنظن أنه الأخطاء كتشكل او تسديد من بعيد كيشكل خطوره على مرمى الحارسين وخصوصا الحارس الودادي. اذا الكره مره اخرى عند فريق الوداد البيضاوي، كتبع هجوم مضاد لكن تدخل ديال الدفاع مره اخرى عند اللاعب بريغيل كيرد الكره عند الناجي العربي، تدخل ديال اللاعب ايفونا كتجي مره اخرى عند اللاعب سراج لكن تصدي ناجح ديال محمد بالرابح. مره اخرى عند اللاعب الهجوج، محاوله لفريق الوداد البيضاوي، اللاعب كرتي عند نصير من الجهه اليمنى، تمرير في التجمع اثناء العمليات، ايفونا اللي كيتمكن من الكره لكن كتكون تدخل ناجح ديال الدفاع ديال فريق النهضه البركاني. وكترجع مره اخرى عند الناجي العربي، محاوله وتمرير كترجع عند النقاش، هجوم للوداد البيضاوي مره اخرى، كره ضائعه من الجانبين عند نصير اللي عنده دائما مواصفات ديال المدافع والمهاجم في ذات الوقت، وكتقع عليه الهجوميه اكثر من 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 الدفاعيه. كنظن بانه نصير كيكون فعال في النصف ديال الهجوم اكثر من النصف ديال الدفاع. نعم، ونشاهدوا مره اخرى التسديده اللي كانت ديال لاعب الكاس اللي كانت مفاجئه جدا للحارس، واللي كادت انها تعطي الهدف ديال الثاني لفريق النهضه البركانيه. وما ننساوش بانه تراكم مقابلات بالنسبه لنهضه بركان كتاثر سلبا على العطاء ديالهم. حد الاربعاء كتطلب لا ريكوبيراسيون انرجيتيك ميتابوليك وكذلك نورو مسكولار. وبعض الاحيان انه يمكن نشوف هذا الاتجاه انه مثل هذه الاشياء، انه المقابلات المتواليه تعطي في بعض الاحيان انه ولكن في بعض الاحيان كتعطي حماس للاعبين. فريق النهضه البركانيه اللي غيكون لعبه المقابله ومحقق انتصار يوم الاربعاء الماضي امام فريق المغرب الفاسي له خطوه هامه، خطوه نحو التاهل للنهائي. كنظن هذا حماس اخر يزداد اللاعبين لانه كيقولوها دائما، الشهيه تزداد مع الاكل وطبيعه الحال انه اللاعبين ديال النهضه البركانيه. وحتى المنتخب كيستافد من اللاعبين اللي كيلعبوا الاربع والحد بزاف، لانه كيربحوا تنافسيه اكثر، كيربحوا لقاءات اكبر، وبالتالي ولا كان جوج ولا ثلاثه عند بركان غادي يعتمد عليهم لا فخير ولا زكي، غتكون مفيده للمنتخب الوطني. نعم، ونشاهدوا انه الخلاف منخف تم التطويق ديالو وسط الجمهور، لانه كاين هناك رجال الامن كيقوموا بالمهام ديالهم، وبطبيعه الحال ان المقابله متواصله في اطار جو رياضي. نتمنى ان يستمر طيله المقابله بعد ايضا مهما تكون النتيجة المسجلة خلال هذا المواجهة. كرة عند اللاعب بالرابح، تمريرة الفنية اللي كانت جميلة كتمشي عند اللاعب الديك، خطأ كيتمكن اللاعب الهجوج لكن لاعب بلطام كيتمكن من تدارك الموقف وكي بعد الكره التماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. الوداد اللي في الجوله الثانيه كيعتمد او كيمزج ما بين الحملات الكلاسيكيه والحملات الجماعيه. نعم، وكره مره اخرى عند خطا بالفعل يعني الحكم السيد تيازي للاعب الهجوج، وسيكون هناك تغيير دخول لاعب السعيدي، اول تغيير سيكون خلال هذه المقابله. اذا دخول اللاعب السعيدي اللي كان كيلعب فريق الجيش الملكي، قبل ذلك فريق الكوكب المراكشي، احترف بالخليج والان يلعب في فريق الوداد البيضاوي. والسعيدي كنعرفوا عنده الادوار الدفاعيه اكثر من ما هي هجوميه، كيستافد منه الفريق في الكره الثابته اللي كتكون في الهجوم. نعم، ومره اخرى ايضا خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. هناك محمد بالرابح، كان هناك نوع من عدم التفاهم بين كرتي وايضا لاعب بالرابح، كيستغلوا اللاعب محمد بالرابح الكره لكن النقاش كيسترجع الكره، كترجع مره اخرى عند محمد بالرابح عند لاعب كرتي اللي دائما محاوله المراوغه، كترجع مره اخرى عند الهجوج اللي كيراوغ من وسط مجموعه من المدافعين. في نهايه المطاف الحكم يعلن الخطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. حتى الكادراج ديال لوبورتور دو بال كتم بواحد الطريقه جيده بالنسبه لنا. نعم، والكره
اللي كتعطي خطا هناك في تكون من لاعب كرتي وكذلك لاعب نقاش، لكن لاعب كرتي هو اللي غادي ينفذ هذا الخطا. وربما الوداد غادي يسعى لتقويه الجهه اليسرى لانه قاسمي ما بقاش في الادوار الكبيره، نضرب بانه الكردي الاقرب للدخول لهذا المركز. نعم، ولاعب كرتي ينفذ الخطا في اتجاه المربع وضربه راسيه بوسط اللاعب العمراني اللي كانت فوق المرمى العمراني اللي كنلاحظوه دائما في المسانده على مستوى الهجوم ديال الفريق الوداد البيضاوي كلما جاءت الفرصه من خلال الركنيات وايضا من خلال ضربات الخطا الضربه الراسيه. ومنين نرجع للكردي، الكردي اللي لعب في الجيش وفي نادي قنيطري كينشط الجهه اليسرى احسن بكثير من القاسمي، ماشي تقليل من القاسمي ولكن القاسمي عنده امكانيات ولكن ربما خارج الميدان غادي يستغلوها في شخص الكردي اكثر من القاسمي. نعم، ونذكروا انه على مستوى النتائج انه هناك تعادل، لكن ايضا كانت من المفارقات بالامس اللي هزم فريق المغرب التطواني بميدانيه امام فريق النادي القنيطري بهدف 0، والنادي القنيطري اللي كنلاحظوا انه بدا كيحقق نتائج ايجابيه منذ حلول المدرب هشام العمراني، الانتصار ديالو بحصه عريضه ب 3-0 وايضا الفوز على المغرب التطواني اللي هو بطل المغرب الموسم الماضي والذي سيمثلنا خلال منافسات بطوله كاس العالم للانديه. اذا هشام الإدريسي كيقوم بعمل كبير، هذه محاولة لفريق النهضة البركانية لكن تصدي ناجح للحارس بن عاشور. إذا الكرة مرة أخرى عند لاعب الكاس اللي تمكن من الكرة، لكن الحكم قبل ذلك كان الكل كيطالبوا بتماس لكن الكرة ما خرجت شيء، وكترجع مرة أخرى عند فريق النهضة البركانية تبريرة من الجهة اليسرى، عودة الروح إن شئنا القول لهجوم فريق النهضة البركانية اللي أصبح كيتحرك في هذه اللحظات بعد أن تراجع شيئا ما خلال اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى من المقابلة. حتى لافريكونس جيستيير ولينا نشوفوها في هذا في هذه الاونه الاخيره. اذا الكره عند الحارس بن عاشور، نشاهدوا مره اخرى كان هناك الضربه الراسيه اللي كان لو لاعب على الحول تمكن من الكره لكان يكون تكون محاوله لتهدد مرمى الحارس. واخا كنعرفوا بانه واحد الحول ما كيسجلش الا لما من بالراس فهو يجيد الرجل اكثر من الراس. نعم، اذا الكره مره اخرى لفريق النهضه البركاني عند لاعب كوناتي تمكن من اللاعب العربي الناجي، كره اللي في نهايه المطاف كيتوصل بها سراج، السراج عند العمراني، العمراني التدخل ديالو خلى الكره تخرج تمشي عفوا عند لاعب رابح، رابح مازال محتفظ بالكره في اتجاه اللاعب النقاش، ربما تغيير الاتجاه سيكون، لكن في نهايه المطاف كانت تمريره عند لاعب كرتي عند نوصير، نوصير في اتجاه رابح، رابح عند العمراني، العمراني هناك اللاعب السعيدي لكن كتمشي عند الحارس بن عاشور، بن عاشور اللي كيمرها تمريره. كنلاحظوا ان الحراس في المكان التحليل من الفرصه انهم يبينوا على الامكانيات ديالهم الفنيه، كيستغلوا الفرصه وكيحاولوا يكونوا اللاعبين اكثر منهم حراس. بالمميزات ديال النجاح ديال اي حارس خصو انه يتمكن من لا تكنيك ديالو خصوصا واللاعب برجل اكثر. اذا تحدثنا عن النتائج التي سجلت يوم الجمعه، كذلك التواضع او النتيجه التي حققها فريق الرجاء البيضاوي الذي هذا اللاعب المعروف نضاو موسى نضاو الذي لعب لفريق الوداد حقق معه، كان من بين ابرز اللاعبين الاجانب الذي استطاع ان يتالق على مستوى البطوله الوطنيه. موسى نضاو الان هو يدرب فريق الامل، هذه محاوله لكن خطا ضد اللاعب حلحول، يدرب فريق الامل ديال الوداد، هو اللي كان لعب سنوات طويله مع فريق الوداد البيضاوي رفقه مجموعه من اللاعبين بن حبيشه وايضا نادير وغيرهم من العناصر التي تالقت ضمن فريق الوداد البيضاوي. بالنسبه للفريق نهضه البركان، الملاحظه في هذه الدقائق الاخيره هو انه عند ضياع الكره التحول للوراء كيتم بواحد البطء كبير، وبالتالي ربما قد يستفيد منه فريق الوداد البيضاوي. على مستوى التذكير فقط، نتائج الموسم الماضي بين فريق النهضه البركانيه وفريق الوداد البيضاوي بمدينه الدار البيضاء، كان فريق الوداد او فريق الوداد قد فاز على النهضه البركانيه بثلاثه مقابل اثنين في لقاء الذهاب، بينما في الاياب نهضه البركان رد الدين وفازت على الوداد بثلاثه مقابل صفر. اذا هذه كانت نتائج الذهاب، هل يعكس هذا اللقاء على الاقل على مستوى النتائج؟ سنراها
هل ستكون مقابلة اليوم على مستوى النتيجة حتى الآن هدف لمثليه، لمن ستكون الغلبة، للفريق المحلي أم للفريق الضيف، أم أن النتيجة ستبقى على حالها أو ربما بنتيجة مغايرة لكن التعادل عليه. حتى الآن نشاهد مقابلة في المستوى من الطرفين، لا من فريق الوداد ولا من فريق النهضة البركانية. الكرة مرة أخرى عند فريق النهضة البركانية عند لاعب الكاس، وربما هذا شيء يصعب أننا كنشاهدوا فرق في هذا المستوى للاعبين لفريق تلقى اللاعبين منسجمين، وأيضا كتشاهد الجمهور متابع ويساند طيلة المقابلة. وكنظن أنه فريق النهضة البركانية لو استمر في هذا المنوال على مستوى النتائج اللي كيحقق حتى الآن، فكنظن أنه الملعب دائما سيكون مملوء عن آخره لمتابعة لقاء الفريق المحلي. كرة مرة أخرى فريق النهضة البركانية كي منسجمين اللاعبين ديالهم وكيعيشوا بعضياتهم أكثر وقت ممكن من 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 الزمان، لأنه في لي كونسونطراسيون ديالهم ديال الرباط فهما دائما كيقضيوا الوقت بعضياتهم وتخلق انسجام بهذه الطريقة. وكنشيروا انه من اللاعبين المتالقين ضمن فريق الوداد البيضاء واللاعب الهجوج اللي شرنا انه من العناصر اللي تم اقحامها، وهذا في اطار السياسه اللي كيعتمدها المكتب المسير وايضا المدرب بوشاك باقحام العناصر الشابه اللي تكون داخل الفريق وتعطات الفرصه باش تكون في المستوى. ان هداف فريق الوداد البيضاء هو اللاعب الهجوج ولاعب الوداد مسجل حتى الان 4 اهداف. الهجوج كيعتمد على السرعه وكيبغي المساحات كبيره، هادشي علاش في الدار البيضاء كيكون اكثر توهج من خارج الدار البيضاء. ونذكر انه على مستوى التهديف ايضا بالنسبه لفريق النهضه البركانيه فهداف الفريق هو اللاعب عزيز محمود الذي سجل حتى الان هدفين، علما ان هداف البطوله حتى الان هو اللاعب جيفرسون لاعب الكوكب المراكشي. ومحمد جواد فهو محمد عزيز فهو من منطقه مدينه مكناس وبالضبط من مدينه باغوري. والكرة مرة أخرى عند لاعب كرتي اللي حاول يراوغ لكن ضاعت من الكرة كترجع عند لاعب نقاش. لاحظنا اللاعب نقاش كيكون حاضر في المكان المناسب خصوصا في الكرات اللي كتكون ضائعة، وهذا الشيء علاش كيغامر توشاك وكيخليه وحده في وسط الميدان الدفاعي، ما كيعتمدش على جوج في الوسط الدفاعي لأنه قادر نقاش على المزج ما بين لا ريكيبيراسيون دو بال والبناء وكذلك الفيليسوي كلاس في الوسط الميداني. وكره مره اخرى عند لاعب بالرباح اللي راوغ خطا بالفعل خطا ربما يوجه الحكم. إذن هذا ثاني خطا اللي كيرتكبه اللاعب نقاش في حق اللاعب عبد المولى بالرباح على اي خطا لصالح فريق النهضه البركانيه. نشاهدوا مره اخرى كيف كان او كيف جاء الخطا الذي ارتكبه اللاعب النقاش ضد اللاعب محمد اللاعب عبد المولى بالرباح. اذا عبد المولى هو اللي غيرفد هذا الخطا لصالح فريق النهضه البركانيه في اتجاه مربع العمليات، وكانت محاوله اللي كانت خطيره لكن في نهايه المطاف كانت هي 5 متر و50. وكان لاحظوا انه الحارس بن عاشور كان في المكان المناسب وكان مغطي المنطقه اللي يمكن يجي منها الخطر على المرمى ديالو. اذا الكره مره اخرى عند اللاعب رابح اللي كتمشي كتبع هجوم مضاد بوسط لاعب كرتي من الجهه اليمنى، ولكن انطلاقه وداديه في محاوله تسجيل الهدف الثاني لكن كترجع الكره عند اللاعب نقاش لكره اللاعب نصير مازال محتفظ بالكره. هناك مجموعه من اللاعبين اللي كينتظروا الكره عند اللاعب رابح في اتجاه اللاعب كرتي عند اللاعب نصير كترجع الكرتي مرة أخرى. تدخل ديال اللاعب رابح اللي كيغير اتجاه، كنظن أنه اللاعبين من صالحهم أنهم يغيروا بالفعل، كتغير الكرة كتمشي الجهة اليسرى ديال الفريق الوداد البيضاوي عند اللاعب قاسمي أيوب قاسمي اللي هو اللي غادي يفد الآن التماس. قاسمي كنلاحظوا من العناصر الشابة ديال الفريق الوداد البيضاوي كتحدثوا على إقحام هاد العناصر في مقابلات من هذا الحجم ولاعبين اللي كتلقاهم كيلعبوا المقابله وكيعطيو نتائج. اذا كنظن انه هذا هو الهدف، ما تخافش على المستقبل ديال الفريق. فالوداد بن عاشور مزاد في 94، الهجود في 94، كرتي في 94، كذلك القاسمي، وبالتالي كتعرف بانه الوداد غاديه ان شاء الله في اتجاه صحيح وهذا شيء ايجابي، وانه كتعطى الفرصه اولا لابناء المدرسه والتكوين داخل
النادي، وهذه اشياء اللي مهمه. واللي في نهايه المطاف كنظن انه سياسه في بعض الاحيان كيتعتمدوا اللي اعتمدها المكتب المسير ديال الوداد وكتعتمدها مكاتب اخرى، واللي هي كتكون فيها مغامره اللي تكون غير محموده العواقب، لانه المكتب بعد خطره كتكون احتجاجات ديال الجمهور كتكون النتائج ماشي، ولكن هذه مبادره اللي كتعطي الفرصه لابناء الفريق ليكونوا ضمن الفريق وياخذوا المشعل. الكره اللي صالح فريق الوداد البيضاوي غيتدى اللاعب الهجوج هداف فريق الوداد البيضاوي، حتى الان ضغط ديال فريق الوداد بحثا على الهدف التالي، لكن الكره كتسدى لها الحارس كترجع مره اخرى في اتجاه التماس. هذه المره الكوناتي ما تمكنش من السيطره على الكره وبالتالي كتخرج تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. ولاحظتي بانه كاين تقاعس على مستوى الهجوم بالنسبه لنظره بركان، وللرفع من قيمه الهجوم ربما يجب ادخال الشرطي، لانه الشرطي كيمتاز بواحد السرعه وسرعه فائقه في الهجوم. نعم، ونشير انه بالنسبه للدوره المقبله فريق الوداد سيرحل او سيستقبل فريق شباب خنيفره، لكن السؤال اين سيستقبل فريق شباب خنيفره على اعتبار ان مركب محمد الخامس مغلق حتى الان. سنتعرف على الملعب الذي سيحتضن هذه المواجهه، في حين فريق النهضه البركانيه سيرحل لمدينه الرباط لمواجهه فريق الفتح الرباطي. للمفارقه انه سيواجه فريق الفتح وهو يعرف ان كان سيواجهه في النهايه، ام ان احدهما هو الذي لعب في النهايه، ام انهما معا سيغادران المرحله مع نصف النهايه. على اي النهضه البركانيه سيلعب ضد الفتح وهو يعرف مصيره على مستوى كاس العرج، والفتح ايضا سيعرف المصير، وربما سيكون ان هذا اللقاء قبلي للقاء الذي من الممكن ان يجمعهما يوم 18 نوفمبر برسم نهايه كاس العرج، على اعتبار ان لهما الامتياز بالنظر للنتائج التي تحققت على مستوى لقاءات الذهاب. ولكن دائما نذكر انه التاهل يحسم بعد نهايه لقاء الذهاب والاياب. وتغيير في صف فريق النهضه البركانيه، خروج سنتعرف على اللاعب الذي سيغادر ودخول لاعب البناي، اذا اللاعب الذي يخرج هو لاعب عمري والذي سيغادر وسيدخل لاعب بناي. اذا انذار للاعب النقاش، لاحظنا انه اللاعب النقاش ربما كان يبحث عن هذا الانذار من خلال التدخلات ديالو اللي كانت تدخلات بالفعل فعاله واللي كانت عندها نتيجتها الايجابيه، لانه دائما كيكون ماشي هذه المره الاولى اللي كيحصل على بطاقه صفراء من جراء هذه الاحتجاجات بهذه الطريقه، ولكن هو كان يستحق الانذار قبل ذلك من خلال التدخلات اللي كانت. الامر تاجل الى هذه المحاوله. على اي لاعب نقاش اللي كما ذكرنا انه لاعب فعال على مستوى فريق الوداد البيضاوي، لاحظنا انه دائما حاضر في الكرات اللي يمكن تهدد المرمى ديال الحارس بن عاشور حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي. الكره مره اخرى لصالح فريق الوداد، لكن كتخرج تماس للنظر البركاني. فريق الوداد ولا كينتظر تحت في لازون ديالو، واللجوء للحملات مرتده في شخص الهجهوج وايفون. وكرة مرة أخرى بواسطة لاعب حلحول اللي تمكن من الكرة في نهاية المطاف. دائما حلحول يحاول تمريرها عند اللاعب محمد بن رابح، عند عبد المولى بن رابح، لكن كتمشي لا ريسبسيون، ما كاين حتى شي واحد من الهجوم. لاحظنا أنه اللاعب حلحول اللي كان بالإمكان أنه يكون وسط المربع هو اللي كان كيقلب على الكرة. مرة أخرى كترجع عند السعيدي كيمر عند اللاعب العمراني في اتجاه رابح مرة أخرى عند نصير كنلاحظوا أنه بعض الأحيان ربما كنلاحظوا أنه الطريقة اللي كتمر من الكرة ديال فريق الوداد عن واحد المسار عند اللي هو مفترض دائما كنعرفوا أنه من غادي يمشي. جميع الفروق أنه كيختاروا المسار التفضيلي ديالهم في المقابلة، لأنه كيكون معتمد عليه المدرب دائما، إما كيطلب أنه يدوز لا رولونس على اليمين بكثرة أو على الوسط عاد، وبالتالي هذا اختيار كيبقى للمدرب. نعم، إذا الكرة مرة أخرى عند فريق النهضة البركانية عند لاعب الكاس، كترجع في اتجاه اللاعب البناي، لكن سعيدية تدخل النقاش مرة أخرى عند قاسمي تمريرة جيدة عند الهجوج، لكن مرة أخرى اللاعب بلطاب يتمكن من الكرة. بريغيل عند الكاس مازال محتفظ بالكرة، كيمر عند الناجي العربي دائما محاولة لفريق النهضة البركانية من الجهة اليمنى، لكن الكرة ضائعة كتخرج تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. إذا إصابة اللاعب بلطام اللي كيتلقى
العلاجات في هذه الاثناء عند الكره عند اللاعب العمراني ايفونا. ايفونا اللي شاهدنا من بعد ما سجل الهدف ما لاحظناش من بعد ذلك، ما شاهدناش الفعاليه ديالو والتحركات اللي كانت كتخلق مشاكل الدفاع ديال فريق النهضه البركانيه. ولكن بحال هاد المهاجمين ما خصش انهم يثقوا فيه، لانه ربما من وقت لاخر ربما قد يباغت الدفاع ديال النهضه البركانيه. وكره مره اخرى في اتجاه لاعب العمراني، العمراني هذا النصير، لكن عبد المولى برابح كيتمكن بالكره، كاين خطا لكن الحكم كيخلي الامتياز، كانت اصابه اللاعب العمراني، الحكم كيترك الامتياز وكتمشي الكره عند لاعب كرتي، كرتي مازال محتفظ بالكره كيخرج التماس، التماس لصالح فريق النهضه البركانيه، لكن الكره سترجع بطبيعه في اطار الروح الرياضيه لفريق الوداد البيضاوي. تحدثنا عن المعاناه ديال كره السله، تحدثنا عن كره القدم، لكن وجب ان نتحدث ايضا عن العاب القوى في مدينه بركان، اللي كما ذكرنا انها من لعطات ابطال ومن بينهم البطل العالمي هشام الكروج، اللي الان كيحاول من خلال الفريق ديالو الشباب الرياضي البركاني انه يعيد الروح من خلال العمل داخل هذا الفريق من اجل ايجاد الخلف، ايجاد عناصر من مدينه بركان التي بامكانها ان تشكل عناصر اخرى، بامكانها ان تعطي القاب للرياضه المحليه على مستوى المحلي وايضا على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. هشام الدروج اللي هو شئنا الاب الروح لهذا الفريق واللي كيوقف على كل صغيره ديال فريق الشباب الرياضي البركاني للالعاب القوى على مستوى الدعم المادي لهذا النادي، خصوصا بالنسبه للموسم الماضي وايضا الموسم الحالي، وكان هناك اجتماعات للبحث عن كيفيه دائما تطوير العمل ديال هذا النادي داخل مدينه بركان وايضا على المستوى الوطني لايجاد الخلف. وتغيير في صف فريق الوداد البيضاوي، اللاعب ديالاني هو الذي سيدخل الان ضمن فريق الوداد البيضاوي، اللاعب ديالاني اللي الان سيكون تغيير في صف فريق الوداد البيضاوي في الدقيقه الواحده او الثانيه والسبعين. سنتعرف على العنصر الذي سيغادر، ربما كما شرتي اللاعب قاسمي او عنصر اخر، اذا على اي سنتعرف؟ اذا كان غيخرج القاسمي ربما خص الكورديلي يدخل ماشي هذا اللاعب، ولكن ربما انه يمكن غادي يعتمد على الوسط الميدان، او كما قلت ان شاف ايفونا بانه العطاء ديالو تراجع بشكل كبير. نعم، ونذكر انه حتى حدود الدوره السادسه اي الدوره الماضيه تم تسجيل 116 هدف، 116 هدف، الهدف بمعدل 19 هدف و33.33 في كل دوره، ومعدل 2.41 في المقابله، وتبقى الدوره الرابعه هي الاكثر على مستوى الاهداف 25 هدف. ومن سيغادر هو لاعب ايفونا، شرط قبل ذلك بانه ما شاهدناش لاعب ايفونا بعد ما سجل الهدف، غاب عن الانظار لا على مستوى الفعاليه ديال الهجوم ديالو، لكن على اي كان بعض الاحيان كيتقلص الفعاليه ديال المهاجم، لانه الطريقه اللي ولا يعتمد عليها في الجوله الثانيه فريق الوداد انه تراجع لازون اون وبقى تما كيمارس الضغط في الاعتماد ديالو على الحملات المرتده. فريق نهضه بركان اعتمد على زون 2 في استرجاع الكره والاعتماد على الحملات المنظمه. نعم، هذا الشيء علاش مازال كنشوفوا بالرابح ولا حلحل ربما مازالين حاضرين في المقابله اكثر من ايفونا. اذا فال عبدو خضراء او الاسم الشهرة الذي اشرنا اليه سابقا اللي معروف بهذا اللاعب على اين كان يدخل مكان اللاعب ايفونا، ومحاولة مرة أخرى لفريق النهضة البركانية عند اللاعب كوناتي، كوناتي اللي كيمر عند بالرابح، بالرابح مازال محتفظ بالكرة كيحاول يبرر، هناك انطلاقة ديال اللاعب البناي، البناي اللي تمكن من الكرة في نهاية المطاف كيمرها الجهة اليمنى عند اللاعب سراج، سراج في اتجاه المربع عند حلحول لكن ما تمكنش، كترجع مرة أخرى عند اللاعب ناجي العربي، بناي، بناي مرة أخرى أمام اللاعب الكاس، بالفعل كيمرها الكاس، كاس عند سراج، سراج اللي دائما عنده لا سامبليسيتي إلا شئنا البساطة في الأداء، أنه ما كاينش ديك الكرة سهل الممتنع، دائما كتجي كرة كيمرر ما كاينش كيبحث عن المشاكل من خلال المراوغات. إذا الكرة مرة أخرى لصالح فريق الوداد البيضاوي، لكن كتخرج
تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. نعرفوا بانه يمكن انه نهضه بركان بدون القاب حتى الان، ولكن كتبقى بانه فريق دوز لاعبين كبار من طينه شهبون، من طينه بوسحابه، من طينه الهراس، من طينه الشاوش، وكيبقى الفريق اللي دوز مهاجمين من طينه الكبيره. نتمنوا انه ماشي على حساب اخر، ولكن نتمنوا انه نهضه بركان على الاقل تخرج فائزه بكاس العرش او البطوله في مستقبل المواسم. اذا الكره غير في يد اللاعب نصير، ارضيه عند لاعب فال، كترجع مره اخرى هناك صراع الكره، ولكن الحكم قبل ذلك كان قد اشار لتسلل لصالح فريق النهضه البركانيه. اضعف دوره من حيث تسجيل الاهداف حتى الان هي الدوره الخامسه، حيث تم تسجيل اللي كانت حيث تم تسجيل 14 هدف فقط، فيما الدوره الرابعه كانت كما ذكرنا هي اجود 25 هدف. بعد دوره اللي كانت معطاء على مستوى الاهداف كتجي الدوره الخامسه اللي كتكون الاهداف فيها قليله، وهي الدوره اللي شهدت الاحداث المؤسفه اللي شهدها لقاء الجيش الملكي الدفاع الحسني الجديد. و14 غتبقى مقبوله مقارنه مع الموسم الفريض، فالدوره 10 ديال الموسم الفريض عرفت يلاه تسجيل 6 ديال الاهداف، وهذا شيء غير مقبول في بطوله مثل البطوله الاحترافيه اللي كنعيشوا. نعم، وحتى الان نذكر ان فريق النهضه البركانيه تمكن من تحقيق انتصار واحد خارج ميدانه كان ضد فريق اولمبيك خريبكا بهدف 0، في حين فريق الوداد يظل حتى الان بدون انتصار خارج الميدان. الانتصارات التي تحققت له كانت بمركب محمد الخامس المغلق حاليا من اجل الاصلاح. لاعب بلطام كان في ضربه خطا لكن تصدي ناجح عن كره عند لاعب نصير. نشير ان نصف ان نهايه كاس العرش ستجرى يوم 18 نوفمبر، في حين المدرب الزكي كان قد فضل ان يخوض لقاءاته الوديه برسم منافسات او الاستعداد لبطوله افريقيا التي سيحسم في امر تنظيمها في المغرب اليوم، لانه القرار ديال لاكاف او الاتحاد الافريقي الذي يجتمع اليوم الذي يجتمع بالجزائر على هامش نهايه كاس افريقيا للفرق البطله والتي فاز بها فريق وفاق سطيف ضد فريق فيتاسبور. اذا على هامش هذه المقابله سيكون هناك اجتماع بالعاصمه الجزائريه لتحديد او لمناقشه الطلب المغربي بتأجيل منافسات كأس إفريقيا للأمم التي كان مبدئيا من المفترض أن تنظم بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 17 يناير إلى 8 من فبراير المقبل. إذن في إطار الاستعدادات لهذه المواجهة المدرب الزكي كان قد طلب بأن تبرمج كل اللقاءات التي يخوضها الفريق الوطني يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن استثناء سيكون هناك مقابلة يوم الأحد 16 نوفمبر بمدينة أكادير، على اعتبار أن نهاية كأس العرش ستجرى يوم 18 بمركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. حتى الآن نقطة قوة ديال الوداد هو استغلال المساحات الحرة، ونقطة ضعف ديال الوداد هي انعدام التواصل ما بين اللاعبين. نقطة قوة ديال بركان حتى الآن هو ربح النزالات لا الهوائية ولا الأرضية، وقوة الضعف ديال الوداد هو الشرود الذهني وهي انعدام التركيز، ربما أنه تراكم المقابلات هو اللي دخلهم في هذه المتاهات. نعم، والكرة عند لاعب كورناطي اللي كيردها في اتجاه اللاعب بريكل ما تمكنش منها، كترجع مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي عند لاعب محمد بن رابح النقاش. النقاش أمامه اللاعب عبد المولى بن رابح، تمريرة جيدة عند لاعب الهجهوج دائما كيتمكن من الكرة الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى من الملعب عند لاعب نصير اللي كيرد اللاعب كرتي مرة أخرى عند اللاعب النقاش نصير مازال محتفظ بالكرة، لكن كترجع مرة أخرى عند لاعب عزيز محمود من فريق النهضة البركانية. هجوم مضاد دائما محاولة لفريق النهضة البركانية، لكن الكرة كتبقى عند اللاعب حلحول اللي ضاعت منه كتمشي عند اللاعب العمراني، والمطالبة بإسعاف أحد اللاعبين قمة الروح الرياضية. إذا اللاعب الهجوج يطالب الحكم بإيقاف المقابلة لإعطاء الإسعافات للاعب البركاني اللاعب ناجي العربي
المصاب خلال المحاولة السابقة. في الجولة الثانية هناك هفوات تكتيكية اللي لاحظتها بكثرة في هذه الجولة الثانية، وهي عدم استعمال الزمان والمكان خصوصا. نعم، ونذكر أن المنتخب الوطني سيخوض لقاءين وديين خلال هذا الشهر بمدينة أكادير، اللقاء الأول ضد رواندا يوم 14 نوفمبر، واللقاء الثاني يوم 16 نوفمبر دائما بمدينة أكادير. الكرة مرة أخرى عند اللاعب الهجوج، ولذا كنلاحظوا أنه كيرجع حتى لوسط الميدان وكيخلي المكان كيكسب الثقة أكثر، أنه مع توالي المقابلات مع التوالي أنه لدي محاولة لفريق الوداد البيضاوي، محاولة خطيرة وتسديدة اللي كانت ربما اللاعب ما كانش كيتصور أن هذه الكرة تكون جيبات شكل هذا، ربما بالرابح عطاها له سير دوزي بلاباس، عطاها له بقوة أكثر شيء أكيد، ولكن حتى اللاعب لاحظنا أنه ربما فجأة الكرة إن شئنا هذا القول، ولكن كانت فرصة كبيرة وفرصة سانحة لفريق الوداد البيضاوي لإضافة الهدف التالي وشاهدوها مرة أخرى. القوة تمريرة جيدة كذلك اللي كانت من قبل، وبالرابح كيف أنه ما كنظنش أنها كانت قوية بهذا الشكل، ولكن كنظن أنه لا ريسبسيون اللي كانت نشاهدوها مرة أخرى ما كانتش بواحد بل لاعب عدم تعامل تعامل بالشكل المناسب مع هذه الكرة. هذه مرة أخرى الكرة عند فريق الوداد البيضاوي عند لاعب فال اللي حاول يراوغ، لكن كوناتي تدخل وفي نهاية المطاف الكرة خرجت تماس، والجمهور اللي قريب من الكرة كيشير بأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى. على أي نصل إلى الدقيقة 80، ندخل العشر دقائق الأخيرة، وما أصعب العشر دقائق الأخيرة في تدبيرها بالنسبة للمدربين، سواء مدرب فريق الوداد البركانية طالب أو أيضا بالنسبة لمدرب فريق الوداد البيضاوي المدرب توشاك. على أي نشاهدوا إذا الحكم لم يعلن عن التماس، ولكن أعلن عن خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي، سينفذ اللاعب بالرابح محمد بالرابح في اتجاه المربع، تدخل لاعب كوناتي الذي يبعد الكرة، الكرة عند عبد المولى بالرابح اللي كيردها في اتجاه اللاعب بلطا عند السعيدي تمكن من الكرة، تمريرة وتماس لصالح فريق الوداد البيضاوي في الوقت اللي كيطالب السعيدي بلمسة يده، وبالفعل كانت لمسة الكرة عند قاسمي اللي كنلاحظوا انه كل لاعبين عنده لهم حراسة الا محمد بالرابح اللي تمكن من هذه الكرة، كتمشي من الجهة اليسرى قاسمي وتدخل اللاعب السراج اللي قام بتغطية جيدة لحال دون تمكن اللاعب من الكرة، وبالتالي كتمشي خمسة تماس لصالح فريق النهضة البركانية. وتغيير سيكون دخول لاعب أسوفي من فريق الوداد البيضاوي أسوفي مالك، أو عفوا اللاعب صوفي بلال اللي غيدخل في هذه اللحظة. نظن حتى أسوفي عنده المكانة ديالو داخل التشكيلة الرسمية ديالو. أسوفي بلال من العناصر الشابة كذلك اللي آتي من مدينة قنيطرة، نادي قنيطرة، وربما هو ابن الرجاء. الرجاء، إذا كرة مرة أخرى عند اللاعب البناي، كترجع مرة أخرى عند الكاس اللي مازال محتفظ بالكرة، يحاول يبرر الجهة اليسرى، بالفعل هناك انطلاقة كانت منتظرة، تمريرة عند اللاعب بلطا عند بناي دائما محاولة للمرور، هناك مجموعة من اللاعبين ينتظرون تمريرة لاعب بناي في نهاية المطاف عند السراج اللي كينتظر من المرار، هناك بالرابح اللي ما تمكنش من التمرير، ورابح هو الذي يبعد الكرة، كترجع مرة أخرى عند اللاعب العربي الناجي، وكنظن أن الكرة اللي تمكن منها الحارس الودادي بن عاشور. دقيقة 83، دائما التعادل هدف لمثلي بين فريق الوداد وفريق النهضة البركانية اللي تستقبل خلال هذه المقابلة، فريق النهضة البركانية اللي كان هو سباق الجيل بواسطة لاعب عبد المولى بالرابع على يدري ضربة جزاء، وعاد النتيجة بعد ذلك فريق الوداد البيضاوي بواسطة اللاعب إيفونا. كترجع مرة أخرى الكرة عند النهضة البركانية عند لاعب الكاس اللي غيمر للسراج اللي في الجهة اليمنى وانطلق، وبالفعل كيمر ليه، كتمشي الكرة عند السراج عند اللاعب بريغل في اتجاه العربي الناجي أمام اللاعب البناي. المحاولات اللحظات الأخيرة للدقائق العشر الأخيرة كتكون احتياط من الدفاع تجنبا للأهداف، ولكن أيضا محاولات البحث عن الهدف. اللاعب كوناتي والحق اللاعب هجوج يرتكب خطأ في حقه، وبالتالي خطأ لصالح فريق النهضة
البركانية واللاعب اللاعب الذي سيدخل كما أشرنا اللاعب أسوفي والذي سيغادر من هناك المدرب يشير للبرابح آخر التعليمات قبل وغاب في هذه الجولة الثانية اللاعب نحو العمق وغاب معاه الكرات البينية في ليزانترفال وبالتالي ما شناش محاولات كثيرة للتسجيل. كنظن بأنه الكرات محورات في وسط الميدان أكثر من منطقة أخرى. نظن بأنه الخوف من الهزيمة أثرت على الفريقين بجوج ويمكن التعادل غادي يخدم المصلحة ديال الفريقين. حتى إذا اللاعب قاسم في نهاية المطاف يخرج ويدخل أو لاعب كرتي هو الذي يغادر. لاعب الكرسي لاعب شاب سابقا ولاعب شاب اللي كيخرج في هذا الأثناء وكيدخل مكانه اللاعب أسوفي. إذن آخر الأوراق اللي كيعتمد كل مدرب وأيضا في ذات الوقت المدرب طالب الذي سيغير سيدخل للاعب تغيير سيكون دخول اللاعب سانوغو إذن هو الذي سيدخل في هذه الأثناء لاعب سانوغو محمد فييرا هو من الكوت ديفوار ومزداد سنة 1992 وتمريرة في اتجاه اللاعب رابح اللي كان والحارس العاشور الحكم يقول خطأ بعد ما كانوا اللاعبين ديال نادي البركانية أنهم كيطالبوا بلبسة واللاعبين ديال يدك لمسة يد اللي كان ديال اللاعب البناء على أي الحكم أعلن عن خطأ وخروج اللاعب حلحول ودخول اللاعب. إذن تغيير آخر داخل الفريق لذلك جوج تغييرات دفعة واحدة بالنسبة للمدرب الطالب. أيضا دخول لاعب شرطي أيوب شرطة أيوب اللي شرت ليه السوء أنه في هذه الأثناء وهو لاعب شاب كنلاحظوا بالملمح ديال مزداد سنة 1900 16 سنة أو 17 سنة مزداد 93 هو لاعب سابق في الهواد في شباب بركان 93 اذا ربما غتفوت عليه فرصه ديال الالتحاق لانه 93 على سنه واحده غتفوت عليه الالتحاق بمنتخب ديال بنوبيشة وخروج اللاعب بالرابح كنظن ما كتشوفش اذا كان مصاب هو اصلا اللاعب بالرابح ولكن بالنسبه لك عسو ما كتشوفش انه خروج اللاعب مع عبد المولى بالرابح على المستوى المعنوي غادي يريح الوداد البيضاوي لانه كنظن انه مثل هاد اللاعبين الوجود ديالهم ولو انه بقيمه اقل كيعطي خصوصا هنا ببركان ببركان نعم. كيكون عنده واحد الوزن داخل الفريق لكن الاختيار ديال المدرب هذا اختيار بطبيعه الحال ديال طالب ما كناقشوش وانه كل لاعبين كيقوموا بالدور ديالهم ولكن كنعرفوا انه بالرابح من العناصر اللي هي احد الدعامات الاساسيه ديال الفريق وبالتالي فملي كيكون في الملعب كيكون عنده حضور قوي ايضا على الاصدقاء ديالو كما على الفريق الخصم. على اي اللاعب السراج يرفض الخطا كتمشي عند اللاعب الشرطي اللي دائما يتابع الكره امام اللاعب قاسمي لكن خرجات ركنيه يقول للحكم لست رين كان لاعب قاسمي هو اخر من لمس الكره على ان سنرى كتدي مراوغه ديال لاعب شرطي وركنيه لصالح فريق النهضه البركانيه ثلاث دقائق على نهايه هذه المواجهه على مستوى الركنيات خمسه لصالح فريق النهضه البركانيه اربعه لفريق الوداد البيضاوي سترفض الركنيه في اتجاه المربع الضربه الراسيه لكن الحارس بن عاشور كان في المكان المناسب وكتصبح هجوم سريع لكن كان الاسبق اللاعب بريكا اللي تمكن من الكره في اتجاه اللاعب كوناطي وكوناطي اللي يحاول انه او لاعب اللي دخل سانوغو حاول انه يفاجئ الحارس من بعيد من خلال تسديده لكن كانت بعيده على مرمى الحارس بن عاشور. دائما نظن بانه حتى في فريق كان لأمانة انه قاموا بمجهودات اضافيه في هذه الاسبوعين الماضيين نظن بانه بدا كيدخل لهم او كيحصل العياء وكينعدم العطاء بفقدان التوازن كنظن بانه انخفاض عطاء العضلات بدا كيحصل الان في هذه الدقائق الاخيره. نعم وشيء اكيد يمكن تشيروا للاعب اسوفي لكن كنظن تماس ديال فريق النهضه البركانيه بالفعل لان الكره ما نساتش اللاعب الودادي وشير اللاعب المدرب توشاك لاحظنا عنده احتجاجات كثيره في المقابله اثناء المقابله دائما يحتج الحكم قرارات الحكم سواء حكم تماس او حكم الوسط علي الكره عند العربي الناجي دائما محافظ على الكره وتمكن من التغطيه واللاعب بريغلي يتدخل
والحكم ايضا يتدخل لاعلان عن خطا لصالح فريق النهضه البركانيه. نفس الشيء اللي هضرنا عن النقاش نهضروا على الناجي، لانه الناجي في وسط ميدان دفاعي لوحده كيقوم بعمل جبار، عمل كبير، ونظن بانه خارج البركان دائما كيعتمد على الناجي واخميس كوسط ميدان دفاعي. ونشير ان على مستوى الاحصائيات اقوى هجوم حتى الان هو هجوم حسين تكادير 13 هدف، اقوى دفاع هو اولمبيك خريبكا سجل عليه 3 اهداف، في حين اضعف هجوم اتحاد الخميسات المغرب الفاسي 4 اهداف فقط. فرق لم تنتصر، المغرب الفاسي وايضا في انتظار المقابله التي سيجريها الفريق، وايضا فريق اولمبيك سفي. اولمبيك سفي للاسف ما يعيش هذا الفريق يحز في النفس، على اعتبار انه كيتوفر على طاقات على امكانيات تجعله من احسن الفرق على المستوى الوطني، لكن للاسف انطلاقه اللي كانت مع المدرب رحيم هذا الموسم ربما بعثرات العديد من الاوراق، والمدرب اللي يرجع الان اللي هو فرتوت اللي كيعرف الفريق وكان من وراء البقاء ديالو بالقسم الوطني الاول، ربما وجد مخلفات اللي كتخلي ان العمل ديالو ما يكونش وما يعطيش النتائج ديالو على المدى القريب. فرق لم تنهزم حتى الان هي فرق الوداد والنهضه البركانيه. على اي نسير نحو نهايه هذه المقابله، الوقت القانوني سينتهي بعد ثواني، سنتعرف على الوقت بدل الضائع الذي سيعلن عنه الحكم، والكره بذكاء تمكن اللاعب، لكن في نهايه المطاف اللاعب بلطام استطاع انه يحصل على ضربه خطا، واربع دقائق كوقت بدل ضائع يعلن الحكم الرابع خلال هذه المواجهه. هل تمر بسلام على الفريقين معا على ان صدر ذلك؟ شاهدنا انه خلال اللحظات الاخيره من هذه المقابله كانت هجومات من الفريقين واللي كانت هجومات خطيره واللي يمكن انها تفاجئ احد الفريقين خلال هذه اللحظات الاخيره من المقابله، وما اصعب الاهداف التي تسجل خلال اللحظات الاخيره. هذا الشيء علاش قلت لك الخوف من الهزيمه، ربما انه ما بغاش خصوصا نهضه البركان لانه مقبل على مقابله يمكن تدخلها للتاريخ، هي مقابله ضد المغرب الفاسي. هذا الشيء علاش انه ربما التعادل قد يفيد الاذهان ديال اللاعبين على الاقل. هذا الفريق لان هذه المقابله يمكن تكون لها الكثير، وما نساوش بانه المكتب المسير ديال فريق النهضه البركانيه واعد اللاعبين في حاله تعاون النهايه 30,000 درهم، في حاله الفوز خلال هذه المقابله 15,000 درهم، اذا هذه تشجيعات من المكتب المسير. كنظن بانه نفس الشيء يديروا مكتب الوداد البيضاوي لو ان اللاعبين ديالو حقون انتصار خلال هذا المواجهه هذه، وشيء اكيد انه المقابله بعض الاحيان البحث عن المنحه ولكن ايضا عن النتائج، لانه خصوصا ملي كيكونوا لاعبين الرغبه الكبيره عندهم في اثبات دواتهم داخل الفرق ديالهم والتاكيد مكانتهم بالنسبه للفريق. اذا مرت جوج دقائق من اربع دقائق، دائما محاوله لفريق النهضه البركانيه، اللاعب اللي دخل هو اللاعب سانوكو، كانت ضربه راسيه لكن كترجع مره اخرى عند اللاعب السراج، كيدخل محمد بن رابح، الكره كتخرج تماس وتماس لصالح فريق النهضه البركانيه. إذا كرة مرة أخرى عند فريق النهضة البركانية، محاولة من عند اللاعب السعيدي، السعيدي والكرة كتخرج 5 متر و50. إذا نقترب من نهاية الوقت بدل الضائع اللي حدو الحكم المساعد في أربع دقائق، الآن مرت منها 3 دقيقة واحدة، ستكون كما ذكرت عسير لانه اضعف الايمان التعادل بالنسبه لكل مدرب، اما وان تاتي في الدقيقه الاخيره وتسجل الهدف كنظن ان الامر كيكون صعب وصعب جدا. اذا الكره مره اخرى لصالح فريق الوداد البيضاوي، وضربه خطا لصالح النهضه البركانيه عند اللاعب بلطام الاختصاصي في ضربات الخطا، وربما ستكون هذه من اخر المحاولات لانه الان مرت 93 دقيقه. ضرب كانت في اتجاه اللاعب البداية دائما خطيره،
والحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. الجولة الثانية الأخ حسن كان طغت عليها الخوف من الهزيمة، الكرة تمحورات في الوسط أكثر من منطقة أخرى، انخفاض المنسوب البدني كان ملاحظ في هذه الجولة الثانية، تراجع المستوى التقني، التركيز التواصل غاب على الفريقين، تعادل يجعل الوداد يلتحق بالمقدمة ونقطة واحدة قد تجعل الفريق البركاني في تركيز في انتظار مقابلة نصف النهائي. ولكن يمكن أن أعتبر أن التعادل أحسن نتيجة خلال هذه المقابلة، منصفة بالنسبة للطرفين، وكتعطي كما شرتي أنها كتعطي المعنويات لفريق النادي البركاني غير لعب الأربعاء المقبل ضد فريق المغرب الفاسي، وكتعطي كذلك الوداد أنها نتيجة إيجابية خارج الميدان أمام والتحق بالمقدمة اللي كيسمح يحتل المركز الأول مناصفة مع فريق الكوكب المراكشي. أكيد أنه بعد هذه الكرة سيعلن الحكم سيد تياز الذي قاد هذه المقابلة بدون مشاكل على نهاية هذه المواجهة بالتعادل هدف لمثله. شكرا لكل المشاهدين الكرام.